رمضان كريم. البداية اليوم مع المسلسل الخليجي نبض مؤقت بحلقته العشرين، وأبرز أحداثها تغيير طلال لمعاملته مع طيبة، الأمر اللي بيخليها تعيش بصدمة بسبب هالتغيير المفاجئ من قبله. ايش فيك تحكي كذي؟ عادي قاعد أكلمك عادي، أنت سألتيني وأنا جاوبت، شلون تبين أكلمك؟ وش قاعد تكلمني بهالأسلوب؟ يا شو أسلوبي طيبة؟ علامتك. ذكروا والله يا جماعة لا يدخل الشيطان بينكم، ترى الموضوع ما يسوى. من ناحية تانية وأخيراً وافقوا أهل فارس على زواجهم من وفاء، وقاموا بزيارة ولدها وطلبوا إيدها. على السوشيال ميديا نشرت الفنانة هيا عبد السلام صورة لها من مسلسل نبض مؤقت، وسألت متابعينا إذا حبوا شخصية طيبة اللي عم بتأديها. بدورة الفنانة شوق الهاجري نشرت صورة لشخصية وفاء اللي عم تلعب دورة بالمسلسل. أما من ناحية الجمهور المتابعين رواد السوشيال ميديا، فهن عم بيتفاعلوا بشكل كبير مع أحداث المسلسل عبر نشر تغريدات على تويتر تحت هاشتاج نبض مؤقت. شو سبب دخول منال للمستشفى، وكيف رح تتطور العلاقة بين عبدالله وطيبة المتخاصمين من مدة طويلة؟ هل ممكن تسامحوا برأيكم؟ كل هالأحداث وغيرها بتتابعوها بالحلقة القادمة من مسلسل نبض مؤقت على قناة أبو ظبي. ننتقل للمسلسل التشويقي والمثير 350 جرام اللي شهدت حلقته العشرين العديد من الأحداث، أبرزها إصرار فايز الأشقر على علاج ابنه فادي وبيتواصل مع الأطباء، ولكن شبح سارة بعده ملاحقه وين ما راح، وهالأمر عم بيخليه تحت تأثير الجنون والصدمة. سمعان أبوك شو عم يقول؟ بده يطالعك من مشفى المجانين ليفوتك على مشفى تاني. من ناحية تانية نوح عم بيحاول يفهم من ليلى شو قصتها مع سليم اللي كان يحبها وانتحر كرمالها، وأكيد الهدف أنه يقدر يفهم ليش عايش هالحالة ومتعلق بليلى هالقد. سليم هو شو كان بده منك؟ يعني هو بيحبك؟ ممكن أعرف هو شو علاقته فيك يعني؟ على السوشيال ميديا نشرت شركة آي سي ميديا الشركة المنتجة للعمل لقطات من تصوير كواليس البوستر الرسمي للمسلسل يلي جمعت النجوم عابد فهد، سلوم حداد وكريم رضا الله. وعبر حسابه على انستغرام نشر النجم عابد فهد صورة لشخصية سليم اللي عم بيتقمصها يلي عم تلاقي تفاعل واعجاب واسع. وعبر هاشتاج 350 جرام المتابعين والجمهور عم بيبدوا رأيهم بالأحداث والقصة، والبعض عم بيحاول يتوقع شو معقول يصير بالحلقات القادمة. خلاها ايام تزيد بنقول اللي ساكن فيه، بسمع دقاته القوي عم يخفق رقه وحني، خلصني من نفق بعيد، عايش وحدي وعايشي وحدا منا حدي صرنا. نوصل معكم مشاهدينا على المسلسل المصري هجمة مرتدة اللي وصل لحلقته العشرين، وبالأحداث دينا تفاجأت بإعفائها من مهمة فتح خزنة ناظلي بالرغم من التحضيرات والتدريبات الكتيرة اللي قامت فيها تجهيزا للمهمة. بالنسبة للحاجة اللي عند ناظلي، انسي الموضوع ده، أنا هتصرف. إزاي يا فندم؟ أنا ما تشغليش نفسك، ركزي انت بس في مهمتك، اتكلي على الله ربنا معك.
لا إله إلا الله يا فندم. محمد رسول الله. من ناحية تانية ما زال عمار عم بيتعرض للتهذيب من ريكاردو وجماعته على أمل إنه يحصلوا منه على المعلومات المطلوبة. مين هن جماعتك وشو أسماءهم؟ أما أم سيف فهم الوحيد إنها تخفي مرضها الخطير عن ابنها سيف تما يأثر هالأمر على سفر. طب والله العظيم أقول لبابا وسيف وعرف البيت كله. لا اوعى اوعى تقول لي سيف. والله لو قلت لسيف لا قطعك وما كلمكش لغاية لموت. انت عايز تقول له عشان ايه؟ يلغي سفريته؟ على السوشيال ميديا ومثل ما تابعنا من أول شهر رمضان المبارك تفاعل الجمهور والمتابعين مع أحداث العمل عم بيزيد يوم بعد يوم، وأنتوا أيضا أعطونا رأيكم عبر هاشتاج هجمة مرتدة. مشاهدينا، حملة مدى الخيرية عم بتساهم بشكل كبير بعلاج الأمراض المدارية ومنها مرض العمى النهري والفلاريات. التبرع بدرهمين بس كفيل بحماية شخص واحد من الإصابة بهالأمراض لمدة عام كامل. فيكن تتبرعوا من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة give على الرقم 2424 أو عبر الموقع الإلكتروني. تبرعوا بدرهمين وأنقذوا أسرة. موعدنا بيجدد بكرة بحلقة جديدة وأحداث جديدة. سيام مقبول، يلا باي. هذا وقتها حضرين على الهواء، تطبيقنا هذا نشوفه سوا، دراما كثيرة أصلية خطيرة والأحلى الأحلى إن فري. هذا وقتها ADTV، هذا وقتها ADTV، ما يطلب منك تسجيل الدخول، بضغطة واحدة تشوفه عطول، ما يحدى مكان معاك كل زمان والكل ينزله لأن فري. هذا وقتها ADTV، وقتها هذا وقتها ADTV، أبليكيشن عمودك ومودك مهم وعلينا نلبي، وهذا الأهم لا فيها اشتراك ولا كنسل وباك، والخاطر عيونك فري. هذا وقتها ADTV.